زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية بعد ما كان ضيفنا في الساعة الأولى بليل العريفة. أكيد تلقاو أبرز ما قالوا على الباج متاعنا إكسبريس إف إم وإلا إكسبريس إف إم سبور. ثم كان معنا بتليفون من الدوحة وليد برحوم، حكينا معه على نهائي مونديال الأندية بين ليفربول وكذلك فلامينغو، حكينا معه على آخر أخبار المكشخين جمهور إسبيرونس الموقوف في قطر. معنا حاليا بتليفون السيد واصف جلايل نائب رئيس الجامعة، نحكيه معاه على أهم التنقيحات اللي دارت البارح في الجلسة العامة الخارقة للعدل الجامعة التونسية لكرة القدم. مرحبا بك سي واصف. مرحبا بك وبارك الله فيك ومشكور على الاتصال الهاتفي هذا. مرحبا بون، كنا حابين تكون بحضرين أكيد، لكن إن شاء الله في مناسبة أخرى أكيد ظروف من عندك باش تكون موجود معنا اليوم، رغم اللي كنا نصينا باش تكون بحضرين إن شاء الله. الغالب أنا بدي حبيت الحقيقة نكون بحضركم، كان ظرف صحي منعني من الحضور، وإن شاء الله في مناسبة أخرى. ان شاء الله لاباس على كل. باهي سي واصف، تعطينا اهم لي ديسيزيون خذيتوهم البارح، اهم التنقيحات. بون خذيتهم الجلسه العامه هكا ولا مش انتم؟ اي هي هي الحقيقه البارح عقدت الجلسه العامه الخارقه للعاده للجامعه التونسيه لكره القدم، وذلك لتنقيح النظام الاساسي للجامعه. حقيقه تعديت جلسه عامه في ظروف طيبه وممتازه، حضور كالعاده متميز لاغلب الانديه، وبالمناسبه هذه جاله كيف نغتنم الفرصة باش انه غاب ممثل النادي الرياضي الساق سي محمد سليم نائب رئيس الجامعة، واللي كان ضرب زاد صحي نتمناه له على اساسه ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع لنا في نائب رئيس النادي الساق. نائب رئيس النادي الرياضي الساق سي محمد سليم اللي يتعرض لك كيف معركة صحية ان شاء الله يا ربي يشفيه ان شاء الله لاباس، ونستغلوا الفرصه هذه زاده باش نسلموا عليه، وان شاء الله ديما يكون القدره نتاعو في المره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. كما قلت الجلسه العامه الحقيقه تعدت في ظروف ممتازه، وهذه تنقيح النظام الاساسي للجامعه. التنقيحات هذه الكل اللي صارت واللي شفناها البارحه كانت بالتنسيق، كانت بالتنسيق والاتفاق مع الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، اللي الحقيقه هو زاد اقترح بعض التعديلات، وكانت هالتعديلات هذه بالاتفاق معاه وبعد مشاورات معاه ودراسات معاه، كسوا نقلنا نحن لسويسرا او جاءوا حتى ممثلين وخبراء قانونيين نتاعو لتونس في اكثر من مناسبه. وهذه كانت معناها توجهات نتاع الفيفا باش توائم التشريعات نتاع مختلف الجامعات اللي تنضوي تحتها مع قوانينها الاساسيه وتوجهاتها العامه في الاستاتيو نتاع الفيدراسيون اللي ينضوي تحت لواء الفيفا. باش قبل ما ندخل في التفاصيل نتاع التنقيحات، الحضور الكبير اللي كان موجود البارح كيف الموافقه تقريبا على اغلب القرارات تقريبا من الاجماع تقريبا 100% هكا ولا سي واصف؟ شنو؟ لا قلت تقريبا هذا معناها اي تقريبا 100%. دونك هذا يؤكد ثقه النوادي في المكتب الجامعي، وتنجم تعتبروا انتم كمؤشر وقيس للثقه النوادي في الجامعه التونسيه، وانها المكتب الحالي يمكن يكمل موندا جديده. والله هي حاجه طيبه، ساعة الحضور المتميز لاغلب الانديه هذا شفناه في جميع الجلسات العامه اللي تعقدهم الجامعه التونسيه القدم. في جميع الجلسات تقريبا ديما الحضور يفوت 90%، ديما الحضور، وهذه الحقيقه في ثقة تعطيها لنا الجمعيات نحن نتشرفوا بها. بخصوص الموافقة نتاع التنقيحات هذه، كما قلت لك التنقيحات هذه تمت بعد دراسة، والتنقيحات هذه نحن نعرضوهم زي كيف تفعل الجامعة، نعرضوا لهم مشاريع نتاع التنقيحات هذه عليهم، واللي ديما نقعد على اتصال مباشر بهم باش نسمعوا آرائهم بخصوص إذا كان عندهم بعض الملاحظات أو غيره فناخذوها بعين الاعتبار. كيف نقعد باتصال مباشر معهم بالتليفون وغيره للاستماع عليهم شنو رايهم في التنقيحات هذه، ولا نقنعوهم علاش دخلنا مثل التنقيحات لبعض الفصول نتاع النظام الاساسي هذه، فهو حتى كي يحضروا نهارتها نهار الجلسه العامه يكون عندهم يعني المام بالموضوع ويعرفوا علاش وكيفاش. دونك هذاك علاش يمكن نشوفوا نحن الموافقه اللي هي مش انيه وقتها، لكن الحقيقه كانت فيها خدمه مع الجمعيات قبل. هذا علاش معناها تسمع انت الناس الكل يقول لك موافقه، مش هكاك هو، مش يجي يهز الورقه خضراء هكا اني وافقت. لا راه يكون عنده ساعه، حتى هي بالقانون ساعه يلزم انه يمكنوه من المشروع التنقيحات هذيا، لكن حتى مع هذاك نحاولوا نفسروا لهم، بالتواصل المباشر معاهم شنو اللي نسمعه ندخلوه من التنقيحات وعلاش التنقيحات هذيا وكيفاش، واللي هي في الاخير نحن الهدف نتاعنا انه التنقيحات هذه وهالتسيانة التشريعات هذه تصب في مصلحة الرياضة التونسية لكرة القدم، وتصب في تطوير التشريع الرياضي مسيرة لمختلف التشريعات الرياضية اللي تشهدها العالم.
بين من أهم تقريبا التنقيحات الفترة الانتخابية الفترة الرئاسية رئيس الجامعة بعد كانت مطلقة لترويموندا، علاش الشواهد؟ هو ساعة هذه الجلسة العامة هذه الخارقة العادة هي آخر جلسة يعقدها المكتب الجامعي هذه قبل الانتخابات. انتخابات إن شاء الله باش تتم في مارس 2020. التنقيحات كما قلت راهو اقترحها وكانت بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. عدلنا صحيح النظام الأساسي لكن شدينا وتمسكنا أنه ما نمسوش القوانين والفصول المتعلقة بالقانون الانتخابي باش ما تقرأش وما يتمش تأويلها على أساس أنه هذا المكتب الحالي هذايا كما سرق بل القانون الانتخابي كما سرق بل، بالرغم أنه هي راه حتى كان فما حاجات يمكن تكون مصلحة نتاع الناس الكل، لكن ارتأينا كنا مخلي تعدى إن شاء الله الجلسة الانتخابية وبعدها توا ناخذ الفصول نتاع الانتخابات. مثلا شنو خممتوا فيه نتاع الانتخابات سي واصف؟ انتخابات كما قلت لهم يقترحوا بعض الفصول وفما برشا حاجات حتى مثلا لقاء اقتراح وشنو؟ شروط الترشح وغيره 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 وغيره، لكن قلنا نحن كمبدا مشينا فيه وبالاتفاق معاهم وحاسين واحنا تمسكنا برشا باش ما يتمسوش الفصول الانتخابيه باش ما يتمش تاويلها بالغلط كما تعرف انت توا نحن كل شيء تم تاويله بالغلط، فارتأينا انه ما يتمسوش الفصول هذه. بعض الفصول بركة تمسك اللي عندها علاقه مباشره بالانتخابات هي كما كنت تقول سيادتك الليميت نتاع المندان تاع الترشح اللي ما يلزمهاش تكون كانت قبل محلوله، لازم تترشح قد ما تحب. اي. تو ولات محدده بثلاثة تروا مندان، ثلاثة مندان معناها 12 سنة في نفس الخطة مثلا رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عضو جامعة ما عندوش الحق أكثر من ثلاثة دورات. معناها إذا كان نفهم الفترة الجاية هي الأخيرة للسيد وديع الجرير. لا 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 لا، لا هي في حسب ما نص عليه النظام الأساسي والفصل المتعلق بالتنقيح هذايا، هو التنقيح مع الفصل القانوني هذايا اللي يرتب المسألة هذايا ما عندوش أثر رجعي. معناها يبدأ من 2020 يبدأ من البارح معناها يسري الفصل هذايا يسري على الجلسة إن شاء الله اللي باش تتم في مارس 2020. مارس 2020 أي كل سواء رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عضو جامعي ما عندوش الإمكانية أنه يترشح أكثر من ثلاث مرات في نفس المنصب، يعني بعد أخرى 12 سنة 4-4-4 بعدها يتخلى هذه تولي محددة بالنص، وسرينا النص كما قلت ونعاود نقول هو بداية من الانتخابات اللي بتصير إن شاء الله في مارس. باهي من الحاجات اللي نقحتهم اللي يحب يتولى رئاسة الجامعة لازم 15 تزكية من النوادي. اي هذه كيف زاد راهو هذه كما قلت اقول راهو كلها كانت توصيات وشدوا عليها الخبراء نتاع الاتحاد الدولي انه كيف زاد باش تقدم رئيس الجامعه على الاقل كيما استئناسا سواء هما في الفيدراسيون نتاعهم سواء في حتى مش نشبهوا المثل لكن حتى كانوا تشوفوا توا الجمهوريه وغيره لازم تزكيات معينه محدده فاللي باش يترشح وش تقدم يترشح وهي كما تعرف انتخابات رئاسه الجامعه فلازم يكون عنده مينيموم نتاع جمعيات يساندوه اللي هي ماهوش برشا هذول اللي انا نتاع جمعيات دونك مقدور عليهم. مش فوت هذه. هكا يقول لي بخلاف هذوما ما مسيناش حتى شيء في هذوما زوز كهوا. هذوما ونأكد اللي هذوما راهو حتى كي تم اقحامه في النظام الاساسي والتغييرات هذه اللي عم نتحدثوا عليها راهو كانت بتوصيات وكانت بالحاح من الاتحاد الدولي كنت قدم. واضح. خذيتوا ديسيزيون قريمه ماهوش تابعين للجلسه العام اللي هو انشاء مركز النخبه في صفاقس وتكوين مركز تكوين الشبان في سليانه او الكيف هكا ولا؟ والله هذه توجهات نتاع المكتب الجامعي الحالي هذه لفتره 4 سنين، لانه نحن وقت اللي عملنا برنامج الانتخابي تعهدنا بعديد الاشياء فعرضناهم على الجلسه العامه قلنا لهم ها وشنو صار وشنو ما صارش. فحاولنا انه نكونوا الحقيقه فما نوع من المصداقيه مع اللي نخبونا وعطونا الثقه نتاعهم. فما الحاجات هذوما كما قلت النخبه برشا حاجات اخرين. اي سؤالي لهنا سي واصف هنا على ايش المدن هذه بالذات معناها؟ والله شوف المدن هذه بالذات يمكن نجم نقولوا حتى التمييز الايجابي كما نشوفوا نحن توا الشمال الغربي كيفاش كره القدم متعاني في الشمال الغربي، فماش موارد فما حتى شيء، على الاقل نقولوا نحن نميزوهم ايجابيا ان نوفروا لهم قاعده ينجموا على اساسها ينافسوا. مش معناها لا باش نربحوهم لا باش نخسروهم، لكن نوفروا لهم الامكانيات في الدنيا. باش على الاقل تكون ثم نوع ان شاء الله نقدروا عليه كان باللي نعملوا فيه، نوع من المساواه مع الانديه الاخرى اللي عندها الامكانيات الكبيره. فكما تشوفوا كان تلاحظوا حتى الخريطه هذه كيفاش فقدت التوازن نتاعها مقارنه
بفرق اللي تلعب وتنشط في الشمال اللي الحقيقه كل عام تنزل درجه ديكيت. هذه كانت فرق معناها الحقيقه كانت فيها لاعبين كبار وشوفوا توا جمعيات كبيره شوفوها توا كيفاش تعاني وقاسي على خاصه الاولمبيك الكاف والاولمبي الباجي الكاف وباجا وجندوبه وغيرهم هذوما كلهم مينهم معناها هذوما اللي تعرفهم ثم حتى الفرق الهاوية الاخرين اللي حقيقه معناها يعانيوا ويقاسيوا باش كانوا يقعدوا الوضع على محله عليه باش يندثروا هالفرق هذه. وهذه الحقيقه معناها الحقيقه نجم نقولها حتى كارثه كرويه كما نقفوش. وهذه واجبنا داكوردو عندها الدوله يلزمها تتحمل زاد واجباتها في الامور هذه، لكن احنا من المنطلق نتاعنا كجامعه رغم انه هذه معناها تقول لي انت استكفاوا عندكم شويه منتخب وكذا، لكن احنا لا رينا انه من واجبنا نتحملوا المسؤوليه باش نحافظوا على الجمعيات هذه. فكما قلت عملنا هالتمييز الايجابي اللي هو حتى الدستور هذا نص عليه، فتعينا انه نفعلوه ونعاونوا هالجمعيات هذه بالتوفير من الامكانيات اللي نقدروا عليها باش ان شاء الله نحافظوا على اللعوه من التوازن. واضح. باهي نكمل معاك اخر سؤال سي واصف قبل ما نختم معاك. اللي خلى العباد الكل تحكي لك الديسيزيون نتاع الغاء المشاركه في الشان، نقول قايل هنا علاش الديسيزيون من الاول كان المشاركه وقفت البطوله جوله ولا جولتين باش نعمل تصفيات وعطلنا الشامبيون وبعد انسحبنا، علاش مش من الاول معناها تم اتخاذ ديسيزيون؟ والله من الاول هي اول حاجه فيها حتى المباريات نتاع التصفيات اللي لعبناهم عليكم الحقيقه معناها الناخب الوطني كانت له فرصه وجيب الشاف اللاعبين هذوما. ثانيا الشان كانت مبرمجه في جانفي، في جانفي وقتها فما الامكانيه انهم باش نشاركوا. ما عندناش اشكاليه. توا كيوخروا لك يقدموها تاريخ ومن بعد يرجعوا ومن بعد يرجعوها تاريخ اخر في ولات معناها الحقيقه تضر باللاعبين نتاعنا، تضر معناها توقف مشوار البطوله باش يوقف برشا حاجات معناها تولي. وعندنا من بعدها كما تعرف زاد تصفيات كاس العالم تاع منتخبنا الوطني زي من فرد في نفس الفتره هذيك. فالحقيقه معناها حتى على صحه اللاعبين وقدمنا نحن وعرضنا استشارات لمختلف الانديه باش نقول لهم الراي نتاع الاطباء نتاع الجمعيات نتاعكم في انه امكانيه اللاعبين نتاع الجمعيات نتاعكم يشاركوا في هالشان هذه. فالحقيقه كانت هذه الحقيقه بالاجماع عرفنا عليهم قلنا لهم لا باش ناثروا عليكم لا حتى شيء، ها المعطيات هي كما هي وانتم قروا. حتى حد ما قال او كان يساند انه المنتخبنا الوطني يشارك في الشان هذا. ما كانتش الامكانيه نمشيو بالمنتخب الاولمبي والاوسط او حتى المنتخب الثاني نتاع الملاعبيه اللي ما يلعبوش دوليا سواء مع ليتوال ولا مع الاسبيرونس ولا اللي يلعبوا. لا منتخبنا الوطني ما نلعبوش نحن في الامور هذه، معناها لو عندنا سمعه نتاع كره القدم التونسيه هذه اول حاجه، نحن كي باش نمشي ننافسوا على اللقب ولا ما نمشيوش. ثاني حاجه لو المنافسات هذه زاد عندها تاثير حتى على الترتيب الفيفا. تقول لي مش معترف بها هي الدوليه؟ لا اي مش اي صحيح مش معترف بها هي الدوليه، لكن لا قدر الله تعادل او هذه ما ياثر على الترتيب نتاعنا في الفيفا. حتى لو كان مش معترف بها ياثر معناها؟ حتى كان مش معترف بها ياثر خاطر انت باش تلعب مع فرق الحقيقه نحن معناها مقدمين عليهم في الترتيب وغيره معناها مش نفس النيفو. فاذا كان انتصرنا عليهم مش يكون عنده تاثير كبير، لكن في يقدر في حاله الهزيمه وحاله التعادل يكون عنده تاثير كبير على ترتيبنا في الفيفا. وللترتيب هذا كما نعرفوا راهو مهم ياسر من بعد في القرعه وغيره نتاع تصفيات كاس العالم. فمن جمله الحاجات هذه مش الحاجه الاساسيه، لكن حتى نحن كما تعرف النيفو تاع منتخبنا الوطني حتى المحلي معناها ممتاز بارابور للفرق والمنتخبات الافريقيه اللي كما تشوف فرقنا تتفوز عليه. دونك حتى كان مشينا نحن تربي معناها باش نلعبوا الادوار المتقدمه يا نهزوها نحن الشان يا نلعبوا الدور النهائي وغيره، لكن كما قلت لك من جمله الحاجات هذه ترتيب الفيفا، ومن الحاجات الاخرى زي سلامه اللاعبين ومشوار البطوله وتصفيات كاس العالم تاع منتخبنا. فهذه كل تتلم باش قررنا وقرر جميع الانديه بالحضور، ما حتى حد ما كان بعد ما قلت لك عرضنا هالطرحه هي حتى حد ما كان انه مع المشاركه في الشان هذه. واضح، يعطيك الصحة. تقريبا هذا هو أهم مجال، فماش حاجة أخرى سي واصفة؟ لا هذا هو كما قلت التوقيحات نتاع النظام الأساسي والتوقيحات وهذا هو. باهي خلاص لك أنت باش تكون موجود في القائمة الجاية نتاع السيد وديع الجرير؟ الحقيقة مازال توا هي مازال سابق لأوانه سابق لأوانه ثلاث أشهر، إن شاء الله عملنا لك وقتها تتوضح أكثر رؤية واللي فيه الخير ربي يسهل فيه إن شاء الله. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي واصف، ونتمنى لك الشفاء العاجل بعد الحكاية الصحية اللي قلت عليها منذ قليل. على كل هكا نوصلوا لآخر زون ميكس اليوم، لكن خليكم بعد شوية مع زميلي أمير جريدي هو التحق بيا في ستار إكسبريس تبدأ